طيب، موضوع بقى مهم جدا لازم كلنا نتكلم فيه ولازم يتفتح ولازم كل الناس المقبلين على الزواج ياخدوا بالهم كويس قوي من الموضوع ده. مسألة الطبخ بالنسبة للبنات، طبعا البنات أول ما بيتجوزوا ما بيكونش عندهم أي خلفية، يعني تلتين البنات لم يكن تلات أرباعهم كمان ما عندهمش أي خلفية كمان عن الطبخ. فبيعملوا ايه؟ بيدخلوا بقى على اليوتيوب يجيبوا وصفات ويعملوا حاجات، وطبيعي ان اللي موجود على اليوتيوب غير اللي بيحصل على ارض الواقع. كاميرا صباح الخير مصر نزلت الشارع وسالت البنات عن تجربتهم مع المطبخ، وكمان سالت الشباب عن ازاي بيشجعوا زوجاتهم في بدايه حياتهم الزوجيه لحد ما يتعلموا الطبخ بشكل كويس. يا ترى بنت قبل الجواز لازم تكون بتعرف تطبخ ولا مش شرط؟ ولو انت رايح تخطب واحده واكتشفت انها مش بتعرف تطبخ، يا ترى ايه هو رد فعلك؟ نزلنا سالنا ناس في الشارع، تعالوا نشوف ايه ردهم. امتى قررت تخش المطبخ وتتعلمي تعملي اكل؟ لما بجيت في سن ان انا لازم يعني اعمل اكل لنفسي، ما استناش مثلا ماما لما تيجي بترجع من الشغل ان انا اعمل الاكل. بعد ما امي توفت الله يرحمها. هل بتعرفي تطبخي ولا لا؟ او بتعرفي تطبخي ايه؟ بعرف كل حاجه بقى، بسالي بطاطس ورز وكل حاجه، سندوتشات الكريب، سندوتشات الشاورما، بعمل بيتزا. لا طبعا ناجحه جدا، لان انا اصلا بحب المطبخ وبحب الاكل وكده يعني. هل كان عندك استعداد انك تتجوز حد يكون ما بيعرفش يطبخ؟ اكيد طبعا، عشان انا بعرف اطبخ. والله كانت في اول الجواز ما كانش بتطبخ، لان انت عارف الست لما تكون موظفه فبتبقى صعب اللي هي ما تروح بيت من بيت عيله لبيت زوج، بتبقى صعب شويه. خلي والدتها في الاول تعلمها، لو اتجوزتها وطلعت ما بتعرفش تطبخ اعلمها انا. لو بحبها ممكن اتغاضى يعني عن النقطه دي، بس لو هي هتتعلم تعمل اكل، لكن لو مش هيتعلم ما عندهاش استعداد مش هخطبها. لا مش لازم، عادي يعني، هي بعد الجواز هتكون مضطره ان هي تدخل المطبخ وتعمل اكل ليها ولجوزها، فهي هتتعلم بعد الجواز. مش فكره لازم او مش لازم، هو اولا الطبخ ده يعني بيبقى هوايه من الاول، في ناس بتبقى هاويه انها تدخل المطبخ وتتعلم، وفي ناس ما عندهاش الهوايه دي. لو هو قابل وكده تمام، لكن لو مش هو مش حابب كده مش هينفع. ايه رايك في فكره ان البنت تجرب الاكل والطبيخ في جوزها؟ يعني هتقعد تكلف وهتجيب حاجات كتيره جدا، وللاسف الشديد الطبيخ هيقع ويترمي. لا هي لازم تاخد درس في الحياه، لازم تتعلم. ما هي لو ما بتعرفش لازم هتجرب فيا انا الاول لغايه ما تتعلم. لو هو خطيبها تمام هيقول لها والله زي العسل، عارف لو هو متجوزها هيطلعها بعد الاكل. تجرب في جوزها دي وتعمل له اكل، يبقى هو جاي مثلا تعبان من شغله ويجي ياكل عك وخلاص كده؟ لا عادي، ما فيش مشكله. هما الاثنين خلاص قرروا بقى انهم يفتحوا بيت ويبقوا مسؤولين عن بيت واسره، فهما الاثنين لازم يجربوا في حاجات كتير مع بعض، فبالنسبه لهم الاكل ده اكيد حاجه من التجارب اللي هيتعلموا مع بعض فيها. تبوظ الاكله مش بتعرف صح ولا ايه؟ ما تدخلش في موقف صعب، لو في عزومه لو فيه اكله باظت تعرف تتصرف ساعتها. طب احكي لنا، لو انت اتجوزت واحده ما بتعرفش تطبخ خالص هتعمل ايه؟ ورد فعلك هيكون ايه؟ وهتعيش ازاي معاها؟ نعيش ازاي يعني؟ امها مثلا ممكن تتعلمها، اي حد من قرايبها ممكن يعلمها مثلا، مش عيب برضك ولا حرام برضك. لا قصه، بس في قصه ان هم بيبقوا مفكرينها دليفري ومش دليفري ومصاريف والكلام من ده، لكن طالما بيعرف يطبخ اكيد هيعلمها. مش عيب، مش انا لوحدي، ناس كتير قوي يعني مراتاتهم اتعلموا فيهم يعملوا الاكل ازاي. هي بترجع بقى للشخص، كل شخص على حسب، في ناس لا لازم ده اساس، وفي ناس اللي هو لو كده ممكن بقى بيقضيها دليفري.